بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. والآن مع دروس في فقه الصيام والقيام والاعتكاف، ومع شرح لكتاب الصيام من متن هداية الراغب لشرح عدة الطالب، يشرحه فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، مع الدرس الثاني. وإذا رؤي في بلد لزم الصوم جميع الناس. هو البخاري قبل الدرس الأول، هو البخاري لا الفقه البارحة كان الفقه بالأمس كان الفقه ثم البخاري. هي كلها بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم لنا أن الصوم يجب برؤية الهلال أو بإكمال شعبان 30 يوما إذا لم يرى الهلال إحدى هاتين العلامتين. إذا رؤي الهلال فهل الرؤية عامة للمسلمين في كل الأرض يصومون، أو أن الرؤية تختص بالإقليم الذي رؤي فيه الهلال و الأقاليم الأخرى كل إقليم له رؤيته؟ على قولين لأهل العلم. القول الأول أن الرؤية عامة، والخطاب للمسلمين في قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. على هذا إذا رؤي في المملكة يلزم كل المسلمين في بقاع الأرض أن يصوموا على هذا القول. والقول الثاني أن المطالع تختلف، أن المطالع تختلف، فيمكن أن يرى في مكان ولا يرى في المكان الآخر. صوموا لرؤيته أي رؤية كل أهل مكان، إذا كان المكان لا يختلف فيه المطلع نعم يلزم الناس كلهم الصوم، هذا بالإجماع. لكن إذا كانت المطالع تختلف فإن كل قوم لهم رؤيتهم، وهذا هو القول الراجح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تختلف المطالع باتفاق الأئمة، لا يمكن أن الهلال يرى في جميع الأرض، لأن سير الهلال يختلف. مثلا يظهر عندنا ولا يظهر في أمريكا إلا بعدنا مثلا، أو يظهر في المشرق ولا يظهر عندنا في المغرب إلا بالليلة الثانية. الهلال يختلف مطلعه، فكل قوم لهم رؤيتهم. دليل على هذا أن معاوية وأهل الشام صاموا رؤية الهلال عندهم. جاء رجل قالوا له كريب من الشام قادما إلى المدينة، فأخبر ابن عباس أنهم في الشام رأوا الهلال وأفطروا وصاموا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لكننا لا نصوم حتى نراه. فلم يصم برؤية معاوية وأهل الشام، لأن المدينة تختلف عن الشام في المطلع، وهذا واضح
من ناحية الدليل، وواضح أيضا من ناحية الحساب الفلكي ومنازل القمر. فإذا كانت الأقاليم تختلف فيها المطالع فكل قوم لهم رؤيته. إذا كان المطلع لا يختلف في الإقليم فكلهم يصوموا، هذا هو الراجح وهو الذي عليه العمل الآن. نعم. قال رحمه الله: ويصام برؤية عدل ولو عبدا أو أنثى. نصاب الشهادة، نصاب الشهادة في رؤية الهلال واحد، يكفي رؤية واحد من المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام وأمر الناس بالصيام برؤية ابن عمر، كذلك برؤية الأعرابي، دل على أنه يكفي في رؤية الهلال رؤية واحد. هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى، ما كل الناس يرون الهلال، إذا رآه واحد من المسلمين حصل المقصود. والمبتدعة يرون أنه لابد ما يصومون إلا يوم ثالث من الشهر، يقولون لازم نراه كلنا، هذا مذهب المبتدعة. أما أهل الحق فيقولون يكفي رؤية واحد، بأن الرسول صلى الله عليه وسلم عمل برؤية واحد. نعم. حتى قالوا ولو أنثى، ولو كان الذي رآه أنثى يقبل قولها ويصوم الناس برؤية الواحد، لكن يشترط في الرائي أن يكون عدلا، عدلا في دينه، ما يعرف عنه انحراف أو فسوق، ما يعرف عنه إلا الخير، هذا الذي يقبل خبره. ولا يلزم أن يقول أشهد أني رأيت الهلال، بل يكفي الإخبار، لأن ابن عمر قال أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته وصام وأمر الناس بالصيام، يكفي الإخبار. نعم. وإن صاموا برؤية واحد أو لغيم 30 يوما ولم يرى الهلال لم يفطروا. إذا صاموا برؤية واحد وفي آخر الشهر لم يرى الهلال فإنهم لا يفطرون حتى يرى الهلال، ولو صاموا أكثر من 30 يوما، لأنه يتبين أن الرؤية الأولى فيها نظر، تبين أن الرؤية الأولى أنها ليست متأكدة، فيصومون حتى يروا الهلال. ورؤية الهلال في آخر الشهر ما يكفي فيها واحد، لابد من اثنين، الإفطار ما يكفي في رؤية واحد، لابد من اثنين. نعم. على الأصل. نعم. ومن رآه وحده فرد، أو رأى هلال شوال وحده صام. إذا رأى الهلال وتقدم إلى المحكمة وأخبر أنه رأى، المحكمة لم تقبل خبره لأنه غير ثقة، لم تقبل خبره لأنه غير ثقة، فيلزمه هو في نفسه أن يصوم لأنه رأى الهلال، ولو لم يصوم الناس يلزمه في نفسه أنه يصوم لأنه يعتقد أنه من رمضان، فيصوم هو
بناء يعمل برؤيته، والناس لا يلزمهم أن يصوموا برؤية واحد غير عدل. إذا صام هو والناس ما صاموا، أكمل هو أكمل رمضان 30 يوما، فإنه لا يفطر، يصوم مع الناس ولا يفطر، ولو كان أنه متأكد أنه صام 30 يوم لا يفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. فيلزمه أن يصوم مع الناس في آخر الشهر، ولو كان يرى أنه في حق نفسه قد تكامل الشهر، فلا ينفرد بالإفطار والناس صائمون. نعم. وإن ثبت نهارا أمسكوا وقضوا، كمن بلغ أو أسلم أو طهرت من حيض أو نفاس أو قدم من سفر مفطرا. نعم، إذا جاء الخبر في النهار أنه رؤي البارحة، جاء الخبر في النهار أنه رؤي البارحة، الناس لم يصوموا لأنهم لم يثبت دخول الشهر، لم يتقدم أحد يشهد عند الغروب أو بعد الغروب، أصبحوا مفطرين. جاء في النهار من يخبر أنه رأى الهلال أمس، فإن الناس يمسكون بقية اليوم، يمسكون بقية اليوم ويقضونه بعد رمضان، يقضون هذا اليوم لأنهم لم يصوموه كاملا، لأنها قامت البينة في النهار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على انتهاء الشهر، فأمر الناس بالإفطار وأن يخرجوا غدا للعيد، أجل صلاة العيد لأنه ما جاء الخبر إلا بعد الظهر، بعد فوات وقت العيد، فأمر الناس أن يفطروا وأن يخرجوا غدا لصلاة العيد. هذا إذا قامت البينة في أثناء النهار، إما بدخول الشهر أو بخروجه. ومثل هذا كل من كان مفطرا لعذر فزال عذره في أثناء النهار فإنه يمسك بقية اليوم ويقضي هذا اليوم فيما بعد لأنه لم يصمه كاملا. مثلا الصغير إذا بلغ في أثناء النهار، الصغير ما عليه الصيام، لكن إذا بلغ في أثناء النهار يعني احتلم، يمسك بقية اليوم ويقضي. مثلا المسافر إذا قدم وانتهى سفره في أثناء النهار يمسك بقية اليوم ويقضي. مثلا الحائض إذا طهرت في أثناء النهار فإنها تمسك بقية اليوم لزوال العذر ثم تقضي هذا اليوم فيما بعد. نعم. ويؤمر به صغير يطيقه لاعتاده. الصيام يجب على البالغ، الصيام يجب على البالغ العاقل كما يأتي، أما الصغير فلا يجب عليه صيام. رفع القلم عن ثلاثة، ذكر منهم الصغير حتى يحتلم، لكن يؤمر بالصيام وإن كان صغيرا، ما هو بأمر إلزام وإيجاب، وإنما أمر تدريب،
ويكون له نافلة، كما أنه يؤمر بالصلاة لسبع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون نافلة له ليتدرب عليها ويتربى عليها. نعم. ومن عجز عنه، أما الصغير الذي لا يطيق الصيام فلا يؤمر بذلك، إنما الصغير الذي يطيق الصيام. نعم. ومن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. هذا هو الصنف الثالث ممن دخل عليهم الشهر. الصنف الأول الصحيح المقيم، هذا يلزمه الصوم أداء صحيح ليس به مرض، مقيم ليس مسافرا، هذا يلزمه الصوم أداء. النوع الثاني المسافر والمريض، دخل عليه الشهر وهو مسافر أو مريض لا يستطيع الصيام، هذا يفطر مدة سفره، مدة مرضه، ويقضي بعد رمضان ما أفطره. من كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخرى. الثالث الكبير الهرم الذي لا يطيق الصيام، والمريض المرض المزمن الذي لا يرجى زواله ولا يستطيع الصيام، هذا يقدم فدية بدل الصيام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فيطعم عن كل يوم مسكينا وليس عليه صيام لأنه لا يستطيع الصيام. نعم. وسن لمريض يضره ومسافر يقصر فطر. عرفنا أن المسافر والمريض يجوز لهما الإفطار في رمضان، لكن لو صام المريض تحمل المشقة وصام، أو المسافر قال أنا ما علي مشقة بصوم وصامه مسافر، نقول يصح الصيام، يصح صيامه، لأنه ما أخذ بالرخصة، أخذ بالعزيمة، أخذ بالعزيمة ولم يعمل بالرخصة، فيصح صيامه، لأن هذا هو الأصل. لكن المستحب للمسافر أن يفطر أفضل من الصيام أخذا بالرخصة، كونه يعمل بالرخصة أفضل من كونه يأخذ بالعزيمة. وكذلك المريض يستحب له أن يفطر، يستحب له أن يفطر أخذا بالرخصة، قوله تعالى من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فالأفضل له أن يفطر، لهما أن يفطرا وأن يعملا بالرخصة، لما في الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. نعم. وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر فيه فله الفطر. نعم، إذا بدأ الصيام باليوم، صام الفجر ثم عرض له سفر في أثناء النهار، له أن يفطر إذا خرج من البلد، له أن يفطر أخذا بالرخصة، ولكن كونه يكمل هذا اليوم الذي بدأ أفضل، كونه يكمل اليوم الذي صام أوله أفضل. بعض العلماء يرى أنه يجب عليه يكمل، لكن الصحيح
أو لا يجب، وإنما يستحب له أن يكمل صيامه هذا اليوم ويفطر في الأيام التي بعده. لكن لو أفطر في أثناء النهار بعد ما خرج من البلد جهز له ذلك لعموم قوله تعالى: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. نعم. وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على ولديهما قضتا. من أصحاب الأعذار الحامل والمرضع، الحامل والمرضع لهما أن يفطرا، لأنهما يدخلان في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كما قال ابن عباس رضي الله عنه. فللحامل والمرضع أن تفطرا إذا كان الصيام يشق عليهما، لكن إن أفطرتا لأجل الحمل، يعني لعدم للمشقة عليهما فقط، والطفل ليس عليه حرج، لا الحمل ولا الرضيع ما عليه حرج، لكن هي في نفسها يشق عليها الصيام لأنها حامل، والحامل تتعب، كذلك المرضع لأن الإرضاع يجهدها، فلها أن تفطر وليس عليها، وعليها أمران، عليها أمران: القضاء والإطعام، عليها أمر واحد، القضاء فقط، عليها أمر واحد وهو القضاء فقط. أما إذا كانت الحامل والمرضع يستطيعان الصيام قويتان، لكن يكون الضرر على الحمل أو على المرتضع، أما هي فليس عليها ضرر، لكن الضرر على غيرها وهو الحمل أو الرضيع. تفطر أيضا وعليها القضاء وعليها الإطعام، عليها القضاء وعليها الإطعام. الإطعام ما هو عليها هي، على ولي الطفل، على ولي الطفل الذي تجب عليه نفقته، لأنها أفطرت من أجل إعاشة الحمل وإعاشة الطفل، ونفقت الحمل والطفل على والده، وعلى المولود له رزقهن كسوتهن بالمعروف، فيتحمل الإطعام ولي الطفل حملا كان أو رضيعا. نعم. وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على ولديهما قضتا وأطعما. قضتا هذا بالنص، قوله تعالى: إن كان مريضا أو على سفر وعدة من أيام أخرى، وهذا نوع من المرض. وأطعمتا، مش الدليل على الإطعام؟ ما في الآية إطعام؟ قالوا لأن الصحابة أفتوا بهذا، الصحابة رضي الله عنهم أفتوا بأن الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما يفطران ويطعمان. نعم. قال: قضتا وأطعم وليه وعلى أنفسهما قضتا فقط. إن كان الخوف على أنفسهما فقط عليهم القضاء، إذا كان الخوف على الطفل فقط فعليهم القضاء والإطعام. نعم. ومن نوى صوما ثم جن أو أغمي عليه جميع نهاره لم يصح صومه. كما سبق أن الصيام لا بد أن يكون بنية، لا بد أن يكون بنية مستمرة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
لو زالت نيته في أثناء النهار زالت بالنوم، النوم ما يضر، هو باق على نيته ولا بأس. لو نام كل النهار ما في بأس، صومه صحيح، صومه صحيح، لكن عاد يحاسب على الصلوات وعلى، لكن صومه صحيح، لأن النوم لا يزيل النية بالكلية، لا يزيل النية بالكلية. لكن إذا زال بإغماء، زالت النية بإغماء أو جنون كل النهار لم يفق جزءا منه، إنه يقضي هذا اليوم لفقدان النية في جميع اليوم. نعم. ومن نوى، قال ومن نوى صوما ثم جن أو أغمي عليه، ومن نوى صوما ثم جن أو أغمي عليه جميع نهاره لم يصح صومه، لا إن أفاق جزءا منه أو نام جميعه ويقضي مغمى عليه. عرفنا أن النوم لا يؤثر على الصيام لأن النية موجودة، بخلاف المغمى عليه فإنه يزول إدراكه، والمجنون يزول إدراكه فتزول النية. لكن إن أفاق جزءا من النهار من أول أو من وسط أو من آخره صح صومه. أما إذا أطبق عليه الجنون أو الإغماء جميع النهار الصيام غير صحيح لفقدان النية، بل لفقدان العقل أيضا، فقدان العقل. طيب، المجنون والمغمى عليه جميع النهار يبطل صيامه، لكن هل يقضي؟ قال المغمى عليه يقضي إذا صح، أما المجنون فلا يقضي ما أفطره وقت جنونه، لأنه وقت الجنون ليس له عقل، والذي ليس له عقل غير مكلف. رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق. نعم. ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية الفضل. النية في الصيام متى تبدأ؟ إن كان الصوم فرضا فإنها تبدأ من طلوع الفجر، لابد. لا صيام في الحديث، لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل أو لم يجمع النية من الليل، هذا إذا كان الصوم واجباً برمضان أو كفارة أو نذر، لا بد أن تكون النية من الليل. أما إذا كان الصوم نفلاً فإنه يصح بنية من النهار، لو أصبح لم ينوي الصيام لكنه لم يأكل ولم يشرب بعد الفجر ثم قال أريد أن أكمل هذا اليوم صائما تطوعا، فله ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوي من النهار، ينوي الصيام من النهار، يدخل بيته فإن وجد شيئا أكل، وإن لم يجد شيئا قال إني إذن صائم، فينوي من النهار. هذا لأن النافلة أوسع من الفريضة، فيصح النفل بنية من النهار لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أن الصوم الواجب لا يجوز له أن يقطعه في أثناء النهار، لا يجوز لمن صام صوما واجبا أن يقطعه وأن يفطر فيه أثناء النهار،
إلا قضية المسافر الذي سافر في أثناء النهار كما سبق. وأما النفل فيجوز أنه يقطع فيه لو صام من أول النهار، صام من الفجر تطوعا ثم بدا له أن يفطر بالنهار لا بأس، لأن النفل أوسع من الفرض، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته يوما فجيء بطعام فأكل منه وقال إني أصبحت صائما، فأكل من الطعام وأفطر، دل على أن الصوم النفل لا يلزم إتمامه، لا يلزم إتمامه. نعم. قال: لا نية الفرضية ويصح نفل بنية. يعني ما النية ما لابد منها الصيام، فينوي الصيام، لا ينوي، ما هو بلازم ينوي إن هذا فرض وهذا نفل، ما هو بلازم ينوي الصيام وخلاص يكفي، ما هو يشترط أنه ينوي إن هذا من رمضان وهذا نذر وهذا كفارة، هذا تكلف ما أنزل الله به من سلطان. ينوي الصيام سواء كان فريضة أو نافلة، سواء كان رمضان أو قضاء أو أو نذرا أو كفارة، إذا نوى الصيام يكفي. نعم. مثل الصلوات، مثل الصلوات، تنوي الصلاة عند تكبيرة الإحرام، لا هو لازم تنوي إن هذه الظهر، هذه العصر، هذه المغرب، مثل الموسوسة الذين فيهم وسواس أو مبتدعة يقول نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات خلف هذا الإمام، هذا تكلف ما أنزل الله به من سلطان، ينوي الفريضة وخلاص، ينوي أنه يصلي فريضة ويكفي هذا. نعم. ويصح نفل بنية من النهار ولو بعد الزوال. هذا الذي سبق، أن النفل ما يشترط أن ينوي من الليل، يجوز ينوي من النهار بشرط أنه لا يسبق أكل أو شرب بعد الفجر. نعم. ولو بعد الزوال وإن نوى الإفطار ولو أفطر. بعد زوال الشمس، إشارة للخلاف، بعضهم يقول لازم ينوي النفل قبل الزوال ما إذا زالت الشمس، أما القول الثاني ما فيه تفصيل، ينوي من النهار، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد نية النفل من النهار. نعم. ومن قال إن كان غدا من رمضان ففرضي لم يصح إلا ليلة 30 من رمضان. إذا قال إحنا الحين بيدخل رمضان وما ندري يهل الهلال ولا ما يهل، أنا بصوم الليل إن شاء الله، فإن صار من رمضان فهو من رمضان وإلا يكون نافلة، يقول لا هذا ما يصح، تردد في النية ما يصح، لازم من العزم، لازم أن تنوي هذا من رمضان أو تنويه نافلة، أما أن تتردد في ذلك هذا لا يجزي. نعم. قال رحمه الله: باب ما يفسد الصوم. يفسد صوم من أكل أو شرب أو استعطى أو احتق. الصوم له مبطلات، له مبطلات وله منقصات تنقص الثواب، فالمبطلات كالأكل والشرب والجماع وما في حكم هذه الأشياء، والمنقصات كالغيبة والنميمة وقول الزور واللغو والرفث، هذه تنقص الصيام، تنقص الثواب، وقد لا يبقى له أجر، هو لا يبطل صيامه بمعنى أنه يؤمر بالإعادة، لكن يبطل ثوابه أو ينقص ثوابه بالغيبة والنميمة وسماع اللهو وسماع الأغاني والمعازف
ينقص أجره وقد لا يبقى له أجر، ولكن لا يؤمر بالإعادة لأنه صام. أما الأكل والشرب والجماع وما في حكم هذه الأشياء فإنها تبطل الصيام إذا تعمده. نعم. يفسد صوم من أكل أو شرب أو استعطى أو احتقن أو احتكل. يبطل صوم من أكل أو شرب متعمدا، لأن الله جل وعلا قال الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني في الليل، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فيحرم الأكل والشرب على الصائم متعمدا ويبطل صومه بذلك. كذلك الجماع، إذا تعمد الجماع بطل صومه، أو إذا جامع مطلقا تعمد أو ما تعمد يبطل صومه. كذلك إذا احتجم بالنص يبطل صومه بالحجامة. فهذه الأشياء تبطل الصوم إذا تعمده، لأن الله أمره بتركها، فإذا تعمدها أبطلت صيامه ويلزمه إعادة الصيام من يوم آخر، قضاء الصيام. وكذلك بما في حكم الأكل والشرب، إذا استعط الصعوط الذي يستنشقه دواء، يستنشقه يذهب إلى جوفه أو يجرعه في حلقه، يوضع في فمه شيء، أو هو يضع في فمه شيء ويبتلعه، هذا في حكم الأكل والشرب. لو وضع دواء حبوب أو غير ذلك وذهب إلى حلقه وسرى إلى جوفه إلى المعدة، فإنه يبطل صيامه، لأن هذا في حكم الأكل والشرب إذا استعط. نعم. قال رحمه الله: أو احتقن أو اكتحل بما أو احتقن. إيش معنى احتقن؟ استعمل الحقنة في دبره، أدخل شيئا إلى معدته عن طريق الشرج. والحقنة معروفة، يسمونها غسيل ولا لا؟ يسمونها غسيل المعدة. فإذا أدخل إلى جوفه غسيلا ولو كان يقصد الدواء فإن هذا يفسد صيامه، سواء أدخله عن طريق الفم أو عن طريق الشرج. إذا ذهب إلى معدته فإنه يبطل صيامه. نعم. أو اكتحل بما وصل إلى حلقه. أو اكتحل في عينيه، وضع الكحل في عينيه. إذا لم يذهب إلى حلقه ما في بأس، أما إذا ذهب إلى حلقه عن طريق العين، لأن العين منفذ، العين منفذ، إذا وضعت فيها شيء تجد طعمه في حلقك يروح. فإذا تعمد هذا ووضع في عينه الكحل أو قطرة الماء ووجد طعم ذلك في حلقه فإنه يفطر، يعني هذا بمعنى الأكل والشرب. نعم. أما إذا لم يجد طعمه في حلقه فلا بأس بذلك. نعم. أو أدخل جوفه شيئا من أي محل كان. أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي محل كان، من فمه، من منخريه، من أذنيه، من شرجه. إذا أدخل إلى جوفه شيء من أي منفذ كان
فإنه يفطر بذلك. نعم. أو استقاء فقاء. وكذلك من مبطلات الصوم التقيؤ، وهو استفراغ ما في المعدة عن طريق الفم، استفراغ ما في المعدة عن طريق الفم، هذا إذا كان بغير اختياره، غلبه القيء تقيأ بغير اختياره، صيامه صحيح لا يؤثر. أما إذا استدعاه هو، استدعى القيء وتسبب له فتقيأ، فإنه يبطل صيامه، لأنه أخرج، لأن المفطرات على قسمين، إما داخل إلى الجوف وإما خارج من الجوف، فالخارج من الجوف مثل القيء، مثل الحجامة، مثل إنزال المني، هذه تبطل الصوم، لأنها تخرج من الجسم وتضعف الجسم، والصائم مطلوب ما يقوي جسمه على الصيام، فإذا تعاطى شيئا يضعفه عن الصيام هذا يبطل صيامه. نعم. أو استمنى أو باشر أو استمنى فأمنى. أو استمنى بمعنى أنه عبث في ذكره حتى أنزل منيا، هذا الاستمناء، يعبث في ذكره ويحركه ويعالجه حتى ينزل ما فيه ويجد لهذا شهوة، فهذا يبطل صيامه لأنه مثل الجماع. نعم. أو أمذى أو كرر النظر فأمنى. أو أمذى، أمذى المذي غير المني، المذي ماء لزج يخرج عند تذكر المرأة أو عند النظر إليها أو عند ملامستها، يخرج منه ماء من ذكره، هذا يسمى المذي، هذا يبطل الصيام لأنه شهوة. وفي الحديث قول الله جل وعلا في الصائم إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، فهذا لم يترك شهوته بل تسبب في خروجها، خروج المذي. وكذلك المني كما سبق في الاستمناء، إذا كرر النظر فأنزل بطل صومه لأنه تعمد، تكرار النظر هذا تعمد، لكن لو وقع نظره بغير اختياره على امرأة فأعجبته فأنزل منيا، هذا لا حرج عليه لأن هذا نظر الفجأة، نظر الفجأة الذي لم يقصده. أما إذا تعمد ويناظر النساء ويروح للأسواق ويناظر النساء ويتابعهن ويمني ينزل عليه مني، هذا يبطل صيامه لأنه متعمد لذلك. نعم. أو ينظر في الفضائيات، اليوم الفضائيات مشكلة، ينظر النساء في الفضائيات، ينظر أشياء فظيعة كما يذكرون تعرض في الفضائيات الهابطة حتى يحصل عنده خروج المني، يمني بعضهم يمني وهو جالس إذا نظر إلى هذه الأشياء، هذا يبطل صيامه لأنه لم يدع شهوته. نعم. أو حجم أو احتجم وظهر دم، ذلك من المفطرات بالنص، الحجامة، الحجامة علاج، نوع من العلاج، وهي استخراج الدم عن طريق المحجم بطريقة يعرفها أهل الفن، والحجامة علاج نبوي تستعمل عند الحاجة إليها، والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم، استعمل الحجامة، فإذا فعلها وهو صائم بطل صيامه لأنه أخرج من بدنه ما فيه قوته. نعم. ومثل الحجامة سحب الدم الكثير، سحب الدم الكثير لأجل الإسعاف، إسعاف مريض، أو لأجل التبرع به،
يتبرعون الآن بالدم ويأخذون كميات من الأشخاص، هذا يبطل الصيام مثل الحجامة. أما إذا كان الدم يسيرا للتحليل فقط، عينة للتحليل، هذا لا يضر لأنه ليس مثل الحجامة. وكذلك لو انجرح، ضربه حجر أو ضربه حديدة وخرج منه دم، نزف منه دم كثير وهو صائم، صيامه صحيح ما يضر، لأن هذا بغير اختياره وليس هو مثل الحجامة، لأن الحجامة مقصودة ومن، وأما هذا غير مقصود، غير مقصود منه، فلا يضره إذا نزف منه دم بسبب الجرح. نعم. وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه لا ناسيا أو مكرها. إذا ظهر دم كثير منه بالحجامة أو بالفصد أو بالسحب الطبي متعمدا بطل صيامه. أما إذا أكره على هذا وأرغم عليه وأخذ منه دم بغير اختيار، هذا لا يضر، عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أو كان ناسيا، ناسي أنه صائم راح وحجم وهو ناسي، أو سحب منه دم التبرع وهو ناسي، نقول صيامه صحيح لأنه لم يقصد هذا. نعم. ولا إن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو فكر فأنزل أو احتلم أو قطر في إحليله شيئا أو أصبح، هذه أشياء ما تضر، هذه الأشياء ما تضر لأنها بغير قصد. نعم. الأول إذا طار إلى حلقه غبار أو دخان مصنع أو مطبخ أو مر على أو نار فيها دخان، مر من عنده صائم ودخل، دخل الدخان إلى جوفه، ما يضر هذا لأنه لم يقصده، لأنه لم يقصده. أو غبار، ثار غبار في الطريق أو في المكان ودخل إلى حلقه وهو لم يتعمد، هذا لا يضره. أو طار إلى حلقه ذباب، ذباب ودخل إلى حلقه، هذا لا يضر لأنه لم يقصده، الشيء الذي لا يقصده لا يضر صيامه. نعم. أو فكر فأنزل، أو جلس يفكر بالنساء وفلانه وكذا وجمالها وأنزل سبب التفكير، هذا لا يبطل صيامه، لا يبطل صيامه، لأن هذا شيء يعرض للإنسان غصبا عليه، يعرض للإنسان غصبا عليه، فهذا لا يضر. نعم. أو احتلم، خلاف النظر، إذا نظر فأنزل هذا يفطر، لكن إذا فكر تفكير هذا يجي على الإنسان غصبا عليه. نعم. أو احتلم، أو احتلم وهو صائم، نام وهو صائم ثم احتلم، خرج منه مني بالاحتلام. بعض الناس إذا نام يرى أنه يجامع امرأة أو كذا في النوم فينزل، ينزل، فهذا لا حرج عليه ولا يبطل صيامه لأنه بغير اختياره، لكن عليه أن يغتسل عن الجنابة. نعم. عن الاحتلام لأنه جنابة. نعم. أو قطر في إحليله شيئا، أو قطر في إحليله وهو قصبة الذكر، أدخل ماء من طريق الإحليل، ذهب إلى المثانة، إلى المثانة مجمع البول، هذا لا يضر صيامه لأن المثانة منفصلة عن الجوف، المثانة منفصلة عن الجوف، فلا يضر إذا أدخل إليها ماء عن طريق الإحليل أي قصبة الذكر. نعم. أو أصبح وفي فمه طعام فلفظه، كذلك لا حرج عليه، إذا تسحر وصلى الفجر ونام
فلما استيقظ إذا في فمه بقايا من طعام السحور، وجد في حلقه أو وجد في فمه في أسنانه في لثته بقايا تمر، بقايا طعام رز أو شيء من اللحم بقي في فمه، ما فطله، هذا يلفظه ولا حرج عليه، ما لا حرج عليه، يلفظه خلاص. لكن إذا تعمد بلعه فإنه يبطل صيامه. نعم. ولا إن اغتسل أو تمضمض أو استنشق. أعد. ولا إن إن اغتسل قبل. نعم. نعم. أو أصبح وفي فمه طعام فلفظه. فلفظه ما يضر، لكن إذا لم يلفظه وابتلعه فإنه يبطل صيامه. نعم. ولا إن اغتسل أو تمضمض أو استنشق فدخل الماء حلقه ولو بالغ أو زاد على ثلاث. كذلك لا يبطل صيامه إذا دخل الماء إلى أنفه أو دخل إلى حلقه بسبب الاغتسال. للصائم، الصائم له أنه يغتسل تبرد، له أنه يغوص في الماء للتبرد للتنظف، ما في بأس. ولو دخل شيء من الماء إلى حلقه أو إلى أنفه من غير تعمد فهذا لا يضر. نعم. وإن أكل ونحوه شاكا في طلوع الفجر صح صومه. إذا أكل أو شرب أو جامع شاكا في طلوع الفجر، ما أدري طلع الفجر أو ما طلع، ولا تبين أنه طلع الفجر، استمر الشك معه ولا تبين له الحقيقة، هذا صومه صحيح، لأن الأصل بقاء الليل، لأن الأصل بقاء الليل، والله جل وعلا قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فما لم يتبين فالأصل بقاء الليل، صيامه صحيح لأنه بنى على أنه فعل هذا في الليل. نعم. ولم يتبين خلافه. نعم. قال صح صومه لا في غروب شمس. أما إذا انتبهوا، أما إذا أكل أو شرب شاكا في غروب الشمس، شاكا في غروب الشمس، إن تبين أن الشمس لم تغرب هذا ما فيه إشكال، يقضي اليوم. أما إذا لم يتبين بقي على شكه أيضا يقضي اليوم. لماذا؟ لأن الأصل بقاء النهار، لأن الأصل بقاء النهار، ثم أتم الصيام إلى الليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فإذا أكل وهو لا يدري غربت الشمس أو لا، إن تبين إنها ما غربت هذا يقضي، وإن لم يتبين وبقي على شكه أيضا يقضي، لأن الأصل بقاء النهار، ولا يفطر إلا بيقين غروب الشمس. نعم. وإن اعتقده ليلا فبان نهارا قضى. إذا بان نهارا، قلنا إذا أكل شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين صومه صحيح لأن الأصل بقاء الليل، لكن لو تبين أنه أكل أو شرب في النهار بعد طلوع الفجر فإنه يقضي هذا اليوم. نعم. فصل. ومن جامع في نهار يكفي. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول من نظر إلى امرأته فأكثر النظر فأمذى هل يبطل صومه من غير خروج للمني؟ نعم، إذا كان خروج المذي بسببه هو اللي متسبب فيه متعمد، المذهب أنه يبطل، المذهب أنه يبطل لأنه متسبب في هذا، متعمد أن السبب والنظر مكرر النظر امرأته أو غيرها.
نعم. يقول: هل يجوز دفع الفدية عن 30 يوم في يوم واحد، كأن يطعم 30 مسكينا في يوم واحد؟ لا بأس، المهم أن عليه فدية عن كل يوم طعام مسكين، فلو فرقها أو جمعها فلا بأس بذلك، أو أعطاها مسكينا واحد أو عدة مساكين لا بأس بذلك، كله هذا كله جائز ومجزي الحمد لله. نعم. وهذا سائل يقول: ما الدليل على إمساك بقية اليوم؟ لأنه من رمضان، الدليل أنه من رمضان يمسك بقية اليوم. نعم. وهذا سائل يقول: هل البخور يفطر الصائم؟ نعم، بخور إذا تعمد شمه يفطر الصائم، لأنه ينشط الجسم ويذهب إلى الدماغ، يقولون أنه يحرك الدم، دورة الدم، تعمد شم البخور إذا دخل إلى أنفه متعمداً يبطل صيامه. نعم. أحسن الله إليكم. أما العطورات، الصائم له يتطيب في بدنه في ثوبه، شم العطورات المائعة لا بأس، هذا كالمحرم اللي ما يتطيب، أما الصائم ما في مانع تطيب، إلا البخور فلا يشمه، تعمد شمه. وكذلك الطيب المسحوق، طيب المسحوق مثل المسك، هذا أيضا لا يتعمد شمه، لأنه يتطاير إلى يتطاير إلى منخره ويدخل في منخره. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: والدي كبير في السن كثير النسيان، بعض الأوقات في نهار رمضان لا يعلم أن الشهر قد دخل، فهل يجب عليه الصيام وهل يؤمر به؟ يؤمر به ويصوم على حسب استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاليوم الذي يصومه يجزي، اليوم الذي ما يصومه يأكل فيه ويشرب هذا يطعم عنه، كل يوم مسكين. نعم. وأيضا أحسن الله إليك، يقول: يصلي الفرض أكثر من مرة، هل يجب علينا تذكيره أنه صلى الصلاة أو نتركه؟ بينه له، قل له أنت صليت، فإذا كرر وأنتم معلمين أنه مصلي هذا لا يؤاخذ عليه لأنه بغير اختياره. نعم. أحسن الله إليكم. من استيقظ من الليل وظن أن الفجر لم يدخل بعد فأكل وشرب ثم تبين له أن الفجر قد مضى عليه 10 دقائق، فماذا يلزمه؟ أي نعم، هذا يلزمه القضاء، لأنه تبين له أنه أكل بعد طلوع الفجر، يلزمه القضاء. نعم. أحسن الله إليكم. هل هناك فرق بين من أنكر الصيام صيام رمضان وبين من لم ينكره لكنه لا يصوم أبدا؟ نعم، هناك فرق، من أنكر الصيام وقال ما هو فرض هذا يكفر، يرتد عن دين الإسلام حتى لو صام، قال أنا بصوم لكن أنا أعتقد أنه ما هو بواجب، أنه نافلة، أو بصوم مثل الناس، ولا هو ما هو فرض، فهذا يرتد عن دين الإسلام، لأنه مكذب لله ولرسوله ومنكر لما هو معلوم من الدين بالضرورة. أما من اعترف بوجوبه واعتقد أنه واجب لكنه أفطر كسلا أو محبة للأكل والشرب فهذا لا يكفر، لكنه يعتبر عاصيا وفاعلا لكبيرة من كبائر الذنوب، يؤدب ويلزمه أن يقضي اليوم الذي أكل أو شرب فيه. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل أشكل عليه التفريق بين المذي والمني، فيقول: ما الدليل على أن المذي دون المني يفطر؟
دليل الحقيقة، حقيقة المذي ماء، المذي ماء من سائل، وأما المني فهو يخرج دفقا بلذة، والمذي يخرج ينساب بدون دفق وبدون لذة، ما تحس به، في بينهم فروق ما هو فرق واحد. نعم. فهل المذي يفطر أحسن الله إليك؟ المذي إذا كان بسبب، إذا خرج منه مذي بسبب أنه لمس أو نظر، فأمذى المذهب أنه يبطل صومه لأنه شهوة، نوع من الشهوة. نعم. سن الله إليكم. أما إذا خرج منه انساب منه بدون سبب فلا يضر. نعم. سن الله إليكم. رجل لديه مرض لا يرجى برؤه، أطعم عن كل يوم مسكينا، ثم بعد أن أطعم ذهب عنه المرض، فهل يقضي؟ نعم، إذا زال عذره يقضي، إنما الإطعام يكفي إذا استمر، إذا استمر عليه العذر، أما إذا زال فإنه يقضي. نعم. صلى الله عليكم. هل من السنة أن تكون صلاة القيام 11 ركعة؟ لم يحدد قيام رمضان بعدد من الركعات، الرسول رغب فيه قيام رمضان ولم يحدد، وهذا يرجع إلى نوع الصلاة، فالذي يطيل الصلاة يطيل الركوع ويطيل القيام والقراءة والركوع والسجود، هذا يقلل عدد الركعات، والذي يخفف الركعات والقيام والركوع والسجود والقراءة يخفف، هذا يزيد في عدد الركعات، فهذا راجع إلى نوعية الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا على غيره على 11 ركعة أو 13 ركعة، لكن كيف كانت صلاة الرسول؟ كان صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تفطرت قدماه من طول القيام، كان يقرأ ويطيل القراءة، يقرأ بالمئين من الآيات، قرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعتين، فالرسول كان يطيل. الصحابة لما كانوا لا يستطيعون صلاة الرسول خففوا وزادوا في الركعات، فصاروا يصلون 23 ركعة، هذا بإجماع الصحابة، فإذا خفف الصلاة زاد في العدد، وإذا أطال الصلاة قلل من العدد، هذا العدل، وهذا الذي تجتمع به الأدلة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. أما اللي يأخذون بالعدد ويتركون الكيفية، أنا ما عملوا بالسنة، يقول أنا ما نبزايد على 11 ركعة، لكن يصليها بظرف 3 دقائق أو 4 دقائق، هذا ما صلى صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، أخذ العدد فقط وترك الكيفية. نعم. أحسن الله إليكم. إذا خافت المرأة الحامل على نفسها وعلى وليدها فماذا عليها؟ لا، سبق لكم إنها إذا خافت على نفسها عليها الإطعام، عليها الصيام فقط، وإذا خافت على ولدها فقط عليها القضاء وعليها الإطعام، وإذا خافت عليهما جميعا على نفسها ولدها فكذلك ليس عليها إلا القضاء. نعم. أحسن الله إليكم. عند اختلاف المطالع كيف يكون صوم عرفة وعيد الفطر؟ هل يتبعون الحجاج في مكة؟ الأضحى يوم يضحي الناس، الأضحى يوم يضحي الناس، أنت تضحي مع الناس وتعيد مع الناس ولا تخالف المسلمين في البلد الذي أنت فيه، كنت في عرفة أو كنت في أي مكان، حكمك حكم المسلمين الذين أنت بينهم وتعيش معهم. نعم. أحسن الله إليكم. هل الوصال في رمضان إلى صلاة العشاء مباح أم مستحب؟ الوصال منهي عنه، وهو عدم الإفطار عند الغروب، يصوم اليومين والثلاثة ما يفطر، هذا جائز لكنه منهي عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، وقال من كان مواصلا فليواصل إلى السحر،
إلى السحر، على الأقل يتسحر كل ليلة، وكونه يفطر عند الغروب هذا أفضل من الوصال. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الحائض إذا طهرت في نهار رمضان هل تمسك؟ لأنني سمعت بعض طلبة العلم يقولون أنها، يقول الحائض أحسن الله إليك، الحائض إذا طهرت في نهار رمضان هل تمسك؟ لأنني سمعت بعض طلبة العلم يقولون أنها لا تمسك، ويستدلون برأي لابن مسعود رضي الله تعالى عنه. لا، الجمهور على أنها تمسك لأن هذا من رمضان وهي ما لها عذر، فكيف تأكل وتشرب في نهار رمضان وهي ما لها عذر؟ تمسك بقية اليوم احتراما للوقت وتقضي يوما آخر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما مقدار ما يطعم به من كفارة الإفطار في رمضان؟ طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. المهم أنك تشبع المسكين غدا ولا عشاء، وقد قدروه بنصف صاع، كيلو ونصف عن كل يوم، كيلو ونصف عن كل يوم. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن حقنة الإنسولين التي يتداوى بها المريض من السكر، هل تفطر؟ الإنسولين لا، ما يفطر، لأنه تحت الجلد، ما يذهب إلى العروق وإلى الماء وإلى الجوف، إنما هو تحت الجلد ولا يضر. كذلك إبر العضل التي تضرب في العضل لا تؤثر، لأن ما تذهب إلى الجوف وإلى العروق، إنما هي تحت الجلد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل يصح أن نبتدئ صلاة القيام بعد صلاة المغرب؟ لا، صلاة القيام بعد صلاة العشاء وراتبتها، تبدأ صلاة القيام بعد صلاة العشاء وراتبتها. نعم. أحسن الله إليكم. رجل ترك الزكاة لمدة أو لعدة أعوام ثم تاب، فماذا عليه؟ ما تسقط عنه الزكاة، إذا تاب يقضي الزكوات التي مرت عليه، لأن لا يسقطها، لأن هذا حق مالي، والحق المالي لا يسقطه الجهل أو النسيان أو نعم. لكن التوبة مقبولة إن شاء الله، ويخرج الزكاة عن السنوات الماضية لأنها دين في ذمته. نعم. أحسن الله إليكم. إذا أغمي على رجل وسط أو وسط النهار فهل يصح صومه؟ نعم، ما دام أنه كان مفيقا وصاحيا ثم أغمي عليه فترة أو زمن من النهار صيامه صحيح. نعم. أحسن الله إليك. إنما الذي أغمي عليه جميع النهار هذا هو الذي لا يصح صومه، أما إذا أغمي عليه بعض النهار صيامه صحيح. طيب، ما انتهى الوقت؟ إيه شيخ، انتهى الوقت. ها؟ إيه نعم، انتهى الوقت.